السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة بداية برنامج المدرسة با مستمعي إذاعة يوف نلتقيكم بإذاعة جديدة كل يوم أحد مع الفريق الأصفر بموضوع جديد موضوعنا اليوم موضوع شائك يعني ومنتشر في المجتمع بشكل كثير هالأيام على مستوى الصغار الشباب الكبار السن الرجال النساء موضوع سبب خلافات سبب نقاشات سبب أو غرف الصدور في ناس تراه بنظرة حلوة في ناس تراه بنظرة مرحبا بك سهيب أهلا بك في ناس تراه بنظرة حلوة في ناس تراه بنظرة مو بحلوة الموضوع اليوم عن الجدال بنتطرق له كيف تعرف الجدلي مو بالجدلي كيف تعرف اللي همه الجدال فقط أو يجادل عشان يوصل معلومة الموضوع شايك رحب بالكوكبة الكبيرة الكابتن والاستاذ والمذيع سليمان مرحبا بك الاستاذ صهيب مرحبا بك يا صهيب ولا باس ما تشوف شر ما يجيك الشر الله يرفع قدرك انت اللي ما تشوف شر محمد القحطاني مرحبا بك عبد المجيد الخالدي مرحبا بكم الموضوع اليوم احنا نتكلم عن الجدال, الجدال الجدال يمكن كلكم عشتوا في موقف جدلي يمكن الجدال بشكل يومي معكم في المدرسة في المجلس في الشارع في أبغى منظورك للجدال أي يا سليمان منظورك للجدال هل هو نافع مفيد آه يسبب مشاكل يوصل معلومة آه إحنا اليوم بناخذ الجدال بشكل أوسع تفضل في الجدال الجدال او وش, وش كيف تشوف الجدال انت وش الجدال في 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 قرارة نفسك انت ايش تعريف الجدال عندك؟ آه مناقشة بين شخصين أو محاورة طيب آه كل شخص يبي في هذه المحاورة يوصل المعلومة اللي يبغاها، يبي يفرض رأيه في الموضوع حتى لو خطأ حتى لو خطأ، <applause> في بعض الناس والله كذا ايوه ايه يبي يوصل معلومة خاطئة صحيحة يبي يفرض رأيه يعني أنت تقول أنه يعني يكون بين حوار بين شخصين بلا إيه؟ هدف، أهم شيء كل واحد يوصل رأيه إيه؟ سواء صح ولا خطأ صح صح هذا صح الجدال عندك إيه؟ يعني انت في نظرك على التعريف هذا ان الجدال ما له ما, ما في فائده في فائده بس ان الاغلبيه الجدال تكون زي كذا إيه؟ ان يتجادلون بلا آه النسبه بل... العظمى يكون كذا إيه؟, إيه؟, إيه؟ صهيب شو نظرتك في الجدال تعريف الجدال عندك زي سليمان كيف يعني اثنين ايوه <تكلمون. تكلمون>. طيب. مع بعض يا يقولون يعني واحد يقول كلام سيء اه يعني يدخل في الشخص ايه يترك الموضوع ايه او بعضين عن الموضوع طيب هذا يعني هو انت له هدف ولا ما له هدف الجدال عادة أه على حسب احيانا بدون هدف ايه طيب وانت مع الجدال اللي له هدف ولا احيانا جادل انت مرة كثير يعني وانت بتحب الجدال ايه نشوف رأي محمد القحطاني في الجدال اه الجدال ايه هو الجدال هو رايك انت اي الجدال فرض رايك بطريقه حاده على اراء الاخرين او افكارهم اوه يعني كل واحد بين شخصين كل واحد يفرض رايه بلغه حاده ترى لغه حاده دي حلوه ترى كلمه جوة. كلمه لا يعني عرفت اللي يقول لك التشخيص الدقيق عند الطبيب <applause> هذا الكلمه اللي قالها محمد محمد تشخيص دقيق للجدال ترى اللغه حاده هي اللي تفرق بين الجدال والنقاش. الجدال احيانا يعميك يعني ياخذك انك توصل المعلومة حتى لو يخاطب، بعضهم بعضهم مجادلي من الدرجه الاولى يعني هو يدري في داخله هو يدري في داخله لكن اللغه حقتك اللي معه واللغه حقته الحاده تخليه يصمد على رايه. الين يمكن ياخذون لهم ثلاث ساعات ثلاث ساعات هم اللي بيوصل فكرته وهي خطا بيوصلها عشان اللغه الحاده هذه فتشخيص دقيق مره هنيك محمد عبد المجيد رايك في الجدال ولا والله وصفها وصف دقيق ابو عبد المجيد <applause> لا شوف اللي دائما يجادل لا, 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 لا دائما يجاد يشوف نفسه صح ها الجدلي هذا يشوف نفسه صح دائما يشوف نفسه صح طبعا الجادل بعض الاحيان يوصل معلومه وبعض الاحيان ما يوصل معلومه اهم شيء انه يجادل اي اهم شيء يجادل يعني ها يعني انت تقول انها احيانا يكون المجادلي عنده رغبه في النفس انه يشارك بس. ايه بس. احيانا خطا صح مثل الاولاد الصغار اللي يشاركون في المجالس بس كذا. ايه, ايه. لا وفي كبار طيب يحبون الجدل. ايه بس يعني انت برايك ان اللي يجادل عنده غريزه في داخله ايه اني ابغى اشارك ايه وبس. ايه ايه صح خطا اهم شيء اني يعني انا اشارك. بس بعض الاحيان يطلع منه فائده بل ما يطلع منه فائده. طيب الجدلي هو يبغى يثبت وجوده في المجلس. ايه رايكم ان الجدلي يبغى يثبت وجوده في المجلس. ايه يعني هو يقول إيه؟ يسوي الشيء هذا عشان اسمي اني انا ما اجلس ساكت. ايه عشان يعني يشوفوني انا تكلمت ودخلت معكم في الموضوع وقضيت وعطيت. كذا هذا الهدف حقه. يوصل معلومه ما يوصل معلومه هذا الهدف. يعني ابغى احضر في المجلس. ايه يحس طيب الجدلي يا صهيب تحس ان فيه نقص؟ الشخص الجدلي دايم على اي شي شيء يجادل، لو تقول له هنا فريقنا الاصفر قال لا مو <applause> هذا فيه نقص ولا لا؟ صدق. الصراحه هذا ايه اتوقع عقلي فاضي. ايه صح والله اتوقع عقلي هذا يعني شايفني لابس اصفر وتقول ما اصفر كيف؟ لا احنا مجرد المثال يعني اقصد يعني بعضهم جدلي يبغى يثبت نفسه هي غريزه في الداخل تحس انها يعني رغبه زي بعضهم يشتري يحب يشتري جوالات جدد بعضهم يحب يشتري اشياء جديده نفسه في بعضهم غريزته انه يجادل يعني اف لا دخل في المجلس يدور اي شيء جادل. وبعضهم ياخذها وسيله تسليه ها؟ يعني تقول له في شيء نزل جديد يقول لك لا ما نزل اقول له شوف يبغى يجادل يبغى يجادل ايه صح بعضهم ياخذها وسيله تسليه عنده بسطته اذا جادل اذا لقى واحد يجادله كنك معطيه راتب والله <applause> بس من قوانا في الجدال يا استاذ وش ادب مثلا الادب الاحترام ما ترفع صوتك في النقاش هذا شيء اساسي هذه هي شعره بين النقاش والجدال إيه؟ انت اللي تقول الان ال النقاش هو النقاش النقاش احيانا يكون فكره معينه يعني انه وياكم مجتمعين حلو مم. انت ناقش في فكره معينه مم. انا ابغى اوصل وجهه نظري اللي ابغى اوصلها لكم انتم تناقشون تقول لي استاذ والله الموضوع هذا لو ناخذه من الجهه الثانيه ونوصل نقطة التقاء يعني هذا النقاش لكن الجدال ما في نقطه التقاء صحيح مم. الجدال احيانا ما في نقطه التقاء كل واحد ماسك خبطة لا بس اللي على صح صح واللي على خطا صح <applause> طيب اذا قابلت واحد من اصدقائك جدلي يا عبد المجيد، كيف تتعامل معه؟ ما تفتح معه اي موضوع سواء صح إيه؟ ولا خطا ولا تعطيه شوي اذا كان موضوعه صح تناقشه اذا كان الجدل. موضوع صح بس اذا كان موضوع ما عجبني اكيد بأنسحب طيب هو انت متعود انه دائم جدلي، كيف تتعامل معه؟ هذا آه دا دائم دا اي شيء يجادل فيه سعب. سواء انت صح ولا خطا استاذ انا عندي اشياء دائما اسويها دائما اتجاهل اي ممتاز اتجاهل تعالج بالتجاهل اي اتجاهل كاني نفسي ما اسمع بالعكس هذه اذا تجاهلته بينقهر شوي وما عاد يجادل مع ابدا طيب اسم يبي الجدال هو يبي الجدال أحاول فيك وش تسوي؟ أه بمشي معه عادي يعني خليه يزعق علي اي بترك اكيد تدري الموقف هذا اللي انت سويته، تدري ان في حديث نبوي؟ انت الحين يوم تقول انا المجادل ذا صاحب الجدل ذا اللي يجادل يجادل واتركه. ابغى اتركه سواء حتى انا لو اني على صح ادري انه يبي يجادل بخليه. بتركه له ما ابغاه يشغلني ولا ذا. ترى في حديث نبوي، تدري؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انا كفيل بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا وش معنى المراء المراء الجدال يقول اذا تركت الجدال وانت محق شوف انت محق يعني معك الحق يكفل لك النبي صلى الله عليه وسلم بيت في ربض الجنه يعني يقولون في ادنى الجنه طيب اذا كفل لك النبي صلى الله عليه وسلم البيت تسكنه، من اللي كافل لك محمد صلى الله عليه وسلم يعني الموضوع بسيط ليش ترى ترى مو باي واحد يقدرها الشيء هذا مو باي واحد يقدره انه يترك الجدال. احيانا اذا كنت خصوصا اذا كنت على حق يعني كنت على حق ترى صعبه على النفس. يعني محمد يجادلني بشيء وانا متاكد ترى صعبه مو باي واحد يتركها. والله العظيم يمكن انت قد مريت في مواقف زي كذا. قد مريت يا محمد موقف زي كذا انك على حق وتجادل واحد وصعب انك تترك، انت على حق لازم توصل الحق صح؟ اي اذا كان اللي قدامي مثلا موضوع خاطئ واذا كمل فيه بيكون وصعب صعب تترك الجدال عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم حط المكافاه العظيمه هذه لانها فيها تنازل فيها تنازل عن شيء في النفس انك انت قاعد انا الحين ابغى اوصل الشيء انا حق انا على صح انا على صح شلون هذه خليني اسكت قدام الناس صح؟ صحيح صح ولا لا؟, لا؟ صح. فهي صعبه انك تتنازل فيها عشان كذا حط النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكافاه الكبيره لانك انت تكسر شيء في نفسك انك تترك الجدال شيء ف انك تترك الجدال وانت محق هذه فيها اجر، كيف لو كنت ما انت محق عاد لا تقعد تجادل العالم كنت تنشف علوجهم صح؟ صحيح صح يا طيب طيب خلينا ناخذ الصوره بشكل اوسع. هل كل الجدال مو مفيد؟ لا في جدال مفيد في جدال مفيد طيب ناخذ راي صهيب في جدال مفيد؟ ايه مثل مثل هذا اول زمان هذا قالها لي ابوي يمكن الصباح طيب صباح اليوم ايه اليوم تفضل قال فيه إيه؟ ابو بكر موجود وفي واحد وكان جالس محمد رسول محمد صلى الله عليه وسلم طيب تفضل كان جالس كان هذا اللي واقف قدام ابو بكر جالس إيه يقول كلامه مو كويس يجادل ايه طيب كان ابو بكر خلاص سحب عليه تركه اي ما يقول لك شيء طيب قام الله ارسل عليه ملاك يدافع عنه طيب بس بعدين لما هذا جاء ابو بكر كمان قال كلام كويس قام جاء الشيطان وراح محمد لما كان صلى الله عليه وسلم لما كان ابو بكر كان ساكت كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول محمد كان يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. ايه. انه طيب آه. هذه يعني تدرين انت ناخذ من, من القصه ان ابو بكر كان حليم وقت الجدال. ايه. كان يقدر يرد عليه. ايه. فانت يعني وابو بكر يحتسب كل شيء، يعني ابو بكر رضي الله عنه كان يحتسب كل شيء، كان على طاري ابو بكر رضي الله عنه. كان ابو بكر رضي الله عنه احنا ناخذ نسترسل خفيف بس. كان ابو بكر رضي الله عنه محتسب حياته كلها لله. يقولون الصحابة والله يا ابو بكر ما سبق ما سبقنا بكثرة عمل. ولكن شيء استقر في قلبه، شلون استقر في قلبه؟ كان يحتسب كل شيء لله. اكله، مشربه، مطعمه، ممشاه، جلسته. فمن القصة هذه لان اكيد سبع من المكافأة حقت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فهو ترك الجدال هذا عشان المكافأة ولا ابو بد ابو بكر من ابلغ الصحابة ويقدر على الرد ويقدر على كل شيء. لكن احتراما لي اول شيء للنبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه ثاني شيء طمعا في المكافاه ثالث شيء لان ابو بكر محتسب حياته اصلا لله محمد شكرا يا صهيب على المداخله الجميله هذه محمد هل كل نقاش غير مفيد او هل كل جدال غير مفيد هو اول شيء في فرق بين النقاش والجدال الجدال أه صحيح في فرق صح, صح صح صادق الجدال هل هو في مفيد ايه مثل في مفيد اذا مثلا انك انت كنت على شيء صحيح انه مثلا انه ترد واحد على الخطأ ايه انه مثلا انه دخل في اعماق شيء غلط وقاعد يجادلك ان اللي قاعد يسويه هو شيء صحيح بس انك انت قاعد تحاول ترجعه الطريق هذا فانت تكون على حقيه وعلى صح فانك تحاول انك تفيده طيب ولا الجدال ولا انت يعني تقاتل في الجدال عشان الشخص اللي قدامك يهمك؟ اذا كان شك... ما يهمني عادي. على حسب الشخص وعلى حسب اللي سواه. يعني انت تقول اهم شيء انه يكون فكرته مي بصحيحه، سواء الشخص يهمني ولا ما يهمني انا بجادله لين يعدل فكرته إيه الخاطئه، سواء إيه؟ يهمني ولا لا؟ لا أنا, أنا... أنا إيه لان ايش؟ أنا اذا أنا اذا ما راح تفرق معك كذا غلط. انت تقصد تقول ان الجدال مفيد، انا اللي فهمته من كلامك استاذ محمد، انك تقصد ان الجدال مفيد ان واحد طرح فكره خطا. انا بجادله عشان ارد عن فكرته الخطا هذه سواء الشخص هذا يعنيني ولا ما يعني صحيح إيه؟ كلام جميل <applause> هل الجدال فيه مفيد إيه فيه فائده إيه كبيره إيه واجد ولا ها. لا. كم النسبه تحس إيه ان الجدال مفيد شوف الجدال شوف 50% سنه مفيد في بعض الناس يجادلون بس كذا بس اني جدلت ما مجرد الجدال إيه؟, إيه الفائده مثلا إيه. إيه تدخل مجلس مواضيع انت ما تعرفها تسمعها وتستفيد منها صح ولا تجادل ولا تجادل تسمع ايش وتستفيد عاد اذا صرت عرفت المعلومه تبدأ تجادل طبعا الموضوع الوحيد اللي ما فيه جدال ما فيه جدال القران والسنه صحيح يعني اذا قال لك القران هذا صح ولا هذا خطا ما في جدال السنه قالت الصحيح الحديث الصحيحه نهاك عن موضوع او امرك بمعروف او نهاك عن منكر هذا ما يوجد جدال باقي المواضيع ممكن نتجادل فيها اذا كانت الفكره خطا متى تكون جادل واحد تحده اذا اذا حط فكره في الدين خطا يعني رمى معلومه دينيه خاطئه هنا وانت المعلومه الصحيحه عندك بالدليل طبعا مو بدون دليل بالدليل فتروح تقول لا هنا وقف هنا تقدر تجادله جادلة جدال حاجة. ايه لانك اذا كان مثلا المجلس موجود مثلا فيه عشرة او سبعة وفيصل طرح فكره دينية او شيء ديني خطا انا يا فيصل طرح فكره ديني والمعلومه الصحيحه عندك يا عبد المجيد وبدليلها لا وقفني عند حد وجادلني قل لا يا شيخ موضوع كذا وكذا وكذا والدليل كذا وكذا وكذا ليه مو بعشانه هو مو بعشان ده اللي طرح الفكره مو بعشان فيصل عشان المجلس هذا ما حد ياخذ معلومته ويروح بها وينشرها وممكن يوصلها لاهله، لاصدقائه، فانت كين انت كذا رديت بالجدال هذا رديت مصيبه عظيمه او رديت مشكله عظيمه، وش المشكله؟ ان الناس تتعبد الله بشيء خطا. فهمت؟ يعني انا مع الجدال في النقطه هذه اقول ان الجدال مفيد جدا. في النقطه هذه. النقطه هذه اذا واحد طرح فكره او شيء ديني خاطئ مره والدليل عندك طبعا الدليل عندك نتكلم انك عن عندك دليل لانك الدليل تبطل كل شيء عندك الدليل والمعلومه الصح جادله واكثر جداله ليه؟ لانك بترده ان ما ينشر باطل وما ياخذونه الباطل الموجودين والموجودين يروحون ياخذونه وينتشر الباطل مجرد انك انت كتمت علم في صدرك ولا جدلت تقول ما ابغى جاد هذا خطا يصير ممكن انك ممكن انك تدخل في درجه في دائره الاثم انك انت كتمت علم ولا جدلت هذا وانتشر الباطل في الموجودين هنا انا اقول ان الجدال مفيد جدا 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 ممكن انك اي هي انك تجادل جدال بكل ما اوتيت من قوه حتى لو واحد قال لك مثلا في المجلس يدخل يستدل باشياء مثلا قال قال انه جيت اترك الجدال يا رجال ما ما منه فائده وانت صاحب الحق قل لا مو مو بوقتك الحين لا لا مو باستدلالك صح يعني انا ما قاعد اجادل على امر مثلا في التجاره الالكترونيه لا انا ما قاعد في التجاره الالكترونيه هذا رأي وهذا رأي عادي يعني ممكن تقول لي اترك الجدال يا رجال ما يصلح او اني انا اجادل في امر رياضي تقول لي اترك الجدال صح لكنك تقول لي في شيء ما فكره الرجال اللي قاعد يقول شيء في الدين باطل هنا جادل حتى لو قال لك ذا يرجع ترك الجدال قل لا اتركني انت خلني اكمل لين اوصل الحق. طيب قد احد زعل منك من جدال يا سليمان؟ يعني دخلت في الجدال وزعل زعل طولتوا في الجدال حسيت انه فلان ذا زعل منك زي كذا قصرت القصه دي صراحه يا استاذ انا شخص ما احب ادخل جدالات بس اذا دخلت بس إيه أه. <applause> لا 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 طيب بس قد دخلت مناقشه جدال اي مناقشه ما هي حاده شوي بس ما هي توصل للجدال اني آه يعني علاقتي يعني انا الشخص تنفك بسبب جدال هذا لا لا بس حسيت جاء في خاطره اي وضاق صدرك اي يوم مشى وش سويت؟ إيه؟ رجعت البيت راسلت له انبك ضميرك اي والله تأنّبت بس ما نمت هذه مشاكل جدال والله اسلم ارسلت له قلت سامحني والله النقاش <applause> هذا خلاص خلي ما ادري ايش حسيت في خاطرك شيء وده في خاطرك شيء إيه. وداومنا اليوم اللي بعده المدرسه اخوي زين ملز. إيه؟ وتصافيتوا خلاص وحلت شفت لممكن. لو ما تنازل واحد منهم يعني ناخذ من القصه هذه لو ما تنازل سليمان هذاك راح على اللي خاطر في خاطره وإذا راح وذا اللي راح على اللي في خاطره ممكن يتهاوش مع ذا الجدال وتلقى الموضوع يمكن كوره صادق ها بسكرة. تلقى الموضوع كوره والله وتلقاك انت ما تفهم وانت لا صحيح صحيح. واخر شيء نفس القصه نفسي. ويمكن لو ما حد تنازل وتعذر ودق على اخونا سليمان كان مبادر يا رجال ايش لنا في الموضوع ذا يا رجال فريقك وفريقنا كلهم كويسين ولا يجي في خاطرك شيء صح؟, صح؟, صح. لو ما تنازل سليمان ممكن بسبه الجدال هذا السيء اللي ما منه فائده تزعلوا اثنين جابينهم بغضاء بناخذ اراء الشباب في قصص اللي صارت لهم مع الجدال بعد الفاصل ونرجع لكم مستمعي اليوتيوب ومشاهدي